اللي طالع لي بقى كمان ايه، يطلع لي الناس يقول لك ايه نفس القبور وحرام ومش حرام، حد يفتح بقه اللي بيحصل في البقيع كل سنة، بتتشال ارض البقيع كلها وتتلم العظم يتحط في حتة ويعد الدفن مرة تانية في أرض البقيع، ما حدش قال ده لا نفس معلش، القبور. حتى وقف مع حضرتك عند أرض البقيع. أي يعني مسلم الحقيقة بيتمنى إن هو يدفن في البقيع. جميل قوي، أرض يعني البقيع، الأرض ليها قيمة، لا أقصد، نعم البقيع أقصد، له قيمة، وأي نعم واحد يتمنى إن هو يدفن في البقيع إن شاء الله يقعد سنة وبعدين ينقله عظمه مفيش مشكلة. تمام. بيحصل إيه في البقيع تاني بعد إذنك؟ أنا هقول لحضرتك تعالي اتفضل. هنا تاريخيا أي نبص للمواقع اللي كانت فيها مقابر ومقابر أثرية كمان وأزيلت. لا، مقبرة الرويعي البقيع يا فندم بيتشال المدفونين فيها ويروحوا أماكن أخرى. آه طبعا دي إيه؟ معلومة مؤكدة. آه طبعا، لا ما هو معروفة دي، وزارة الحج في السعودية بتعملها كل سنة. معلش، هي معروفة عند حضرتك بس مش معروفة عندنا، لا ما هو الناس فكلمنا على لازم إن إحنا تفهم مش بقى، ما احنا عارفين. دورنا ان احنا نفهم الناس. بالظبط. دي أي حاجة. الحاجة التانية، جبانة الرواية هنا في مصر بقى، آه جبانة الرواية فين؟ جبانة الرواية فين؟ هي ميدان العتبة، أي عشان كده سموها العتبة الخضراء، دي كانت منطقة جبانات أزيلت جميعها وأنشئ عليها ميدان العتبة الخضراء. آه جبانة باب الخل أي أزيلت جميعها وأنشئ عليها المتحف الإسلامي ودار الكتب المصرية ده من بعملية سنين. التطوير أو مشروع هاوسمان بتاع تطوير القاهرة، أي واخدة بالك؟ أي طريق الأوتوستراد اللي هو اتعمل أيام حسني مبارك، نعم، الله يرحمه. 1800 حوش اتشالوا، أي ده مش كده وبس، يعني ده الجثث كانت مرمية على قارعة الطريق. يا خبر أبيض. والله العظيم انا على فكره انا من سكان الامام الشافعي وجنبي المنطقه، يعني كنت أي بشوفها يوميا، أي واخد بالك؟ أي لغايه ما جم شالوه الكلام ده كله وودوها مقالب الزباله. يعني دي مواقف المفروض تتحسب صح. الناس قاعده بتهبد وتقول اي كلام، انا عايز واحد متخصص يجي يقول لي الاثر ده اتشال، وانا حاكم اي مسؤول عمل الكلام ده، تمام. باعتبار يعني ان انا راجل. حضرتك عندك القدرة انك تواجه اي حد طبعا يتكلم. اسمعي، يمكن حضرتك لو دخلت كده على ويكيبيديا تشوفي مواقفي من موضوع التعدي على الاثار اللي كان مفهوم. بيتم ايام حسني مبارك، وليه مواقف شديدة جدا، ووقفت صح وغيرت كل المفاهيم ديت لغاية ما بقيت رئيس اللجنة الأثرية المعمارية في مشروع تطوير القاهرة التاريخية، واخدة بالي؟ إنما دلوقتي الكلام أي واحد بيطلع يتكلم وأي واحد يطلع يهبد